طب الدين، السؤال الأخير تفضل. يعطيكم العافية جميعاً، محاضرات قيمة. ملاحظة سريعة بالنسبة للاختلاف. الاختلاف أعتقد هو اختلاف أمتي رحمة، سواء كمسلمين سنة وشيعة، كمفكرين أيضا. لو في المقلب الآخر مثلا في المسيحية هناك اختلافات. في الجامعة لما تروح أيضا أي جامعة من الجامعات، حتى في بعض البحوث أيضا في اختلافات. فالاختلاف أعتقد هذا غنى وليس نقص، وليس يعني سبب سلبي أن الأمة الإسلامية مختلفة. هذا رقم واحد. رقم اثنين، بالنسبة إلى احنا مشكلتنا أعتقد والله أعلم أنه في طلاق بين المثقف والمتدين، إذا صح التعبير. أنا ما أريد طبعا الكلمة قد لا تكون قطعية وإنما احتمالية. يعني نحن هنا مثلا كم عالم دين أو كذا، للأسف الشديد ما في الاعتراف بالآخر. تفضلتوا الاعتراف بالآخر، يعني مثلا إذا احنا كمثقفين كوت أن كوت بين مزدوجين على الطريقة اللبنانية، هل المثقف يروح يحضر مثلا عالم الدين، أو المثقف هل يدعو عالم الدين لحضور مثلا محاضرة ثقافية؟ إذا هو إذا أنا ما دعيت أو ما هو ما لبى، هل استطعت أنا أذهب إلى مجلسه وأسأل أيضا الأسئلة الأخرى؟ دكتور علي طرح يعني نقطة مهمة، قضية التكرار، إعادة وإعادة. المشكلة نحن لا نملك مشروع، نحتاج إلى مشروع. يعني بدل الجلد بالذات، بدل النقد جميل، وقد يكون الجلد بالذات هو حافز للعمل، بس نحتاج إلى مشروع. يعني لحد الآن كل الأعمال اللي نقوم فيها تسليط الأضواء على نقاط معينة ونقد نقاط معينة، وهذا جميل، ولكن الأجمل أن نعمل مشروع. شكرا. شكرا. على فكرة نحن دعينا أحد العلماء المسلمين أن يكون معنا في اللقاء لكن لم يتمكن من الحضور. وفي القسم الإنجليزي هناك محاضرة وللإمام أحمد صالح الذي شرفنا بحضوره اليوم، وسوف يكون أيضا جزء من النقاش. أي تعليق حول كلمة؟ أولا أشكر الأستاذ عبد الله العوامي، صديق وحبيب. الاختلاف يا سيدي يتجزأ أيضا، الاختلاف هم غير متشابه. الاختلافات اللي ذكرتها ما بها إقصاء، ما بها دم، ما بها إبعاد، ما بها تنفير، فيها إشكاليات يعني كثيرة. الاختلاف الذي نحذر منه سميها جلد ذات، فأنا أريد أن أجلد ذاتي لكي أرتفع، سميها جلد ذات، سميها مازوخية ونعيد بها. ما زلنا في مستوى متدني يجب أن نجلد ذاتنا، وما المانع؟ الاختلاف الذي في أمتنا لا يشبه الاختلافات، إلا أن الاختلاف في أوروبا سابقاً يشبهنا حالياً، لكن أوروبا تخلصت من عندها قرون. إحنا لماذا عندما نشير إلى إشكالية مثلاً في مساحتنا الجغرافية، إشكال كبير، ولداننا مخربة، نفوسنا مخربة، دمار يعني على طول المساحة الجغرافية للوطن العربي بالتحديد والإسلامي. عندما أنقذ، وهذه مرت بي أكثر من مرة، يعني لماذا ننقذ ذاتنا؟ إحنا بيا مستوى حتى ننقذ ذاتنا؟ نقد الذات هو ارتفاع، واختلافنا لا يشبه الاختلافات الأخرى، اختلافنا مغاير للاختلافات الأخرى. اختلاف الجامعة اختلاف رقي، ونحن عندما نختلف نريد أن نرتقي بمجتمعنا وبناسنا وبأوطاننا. شكرا لك. نشكر جميع المتكلمين والحضور، وندعوكم إلى طعام الغداء واستمرار النقاش. سوف نبدأ البرنامج الإنجليزي على الوقت في الساعة 2 ظهراً. وشكراً.